أنهت فرق البناء والترميم المشتركة في مصر مشروعاً لتطوير منطقة مقابر سقارة بهدف جذب السياح وزيادة إحساسهم بالراحة في المكان. والموقع الأثري هو بمثابة مقابر لفراعنة مصر وأفراد بلاطهم في العاصمة القديمة ممفيس، واستمر استخدامها من قبل السلالات المتعاقبة للممالك في عصر الدولة الوسطى والحديثة. ويؤكد القائمون أن مدة العمل في المشروع التطويري والذي نفذ بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية دامت 4 سنوات بكلفة بلغ قدرها 600,000 دولار. ولم يتضمن المشروع أي أعمال ترميم جديدة للمقابر أو الأهرامات في المنطقة.